مسألة ديال اللغة هي مرتبطة بالسياسة التعليمية ككل، اللي اليوم راها يعني بحاجة إلى نهضة عميقة، يعني باش نحققوا فيها الجودة ونحققوا فيها الكم اللي مازال ما حققناه منذ الاستقلال إلى اليوم. إذا خاصنا نشوفوا كل هي المداخل ديال تجويد هذه المنظومة التربوية باش تحقق لنا بالفعل تكافؤ الفرص وتسمح بتشكيل واحد الكفاءات واحد المهارات متطورة في البلاد اللي غادي تخدم هذه البلاد ومشروعها التنموي المؤجل اللي هو اليوم راه فاشل، وإذا كان فاشل راه ضمنه الفشل ديال المدرسة العمومية. اليوم الأوضاع اللي كنشوفوا يعني كاين واحد العدد ديال التصريحات اللي منطلق ديالها ايديولوجي ربما يكون، ولا منطلق قناعات، لأن القناعات حنا ماشي ملزمين باش تكون عندنا نفس القناعات. أنا كنقول الجامعة اليوم كتدرس المواد العلمية بالفرنسية، وما كاين حتى شي إمكانية باش غادي تعرب هذيك المواد غدا، ولا بدا غادي تكون واحد المرحلة انتقالية حتى لو بغينا نرجعوا العربية ولا نطوروا العربية في الجامعة، وحنا غير مؤهلين، ما تنكتبوا ما تنقراوا ما تنديروا حتى شي حاجة، مخلي الفساد والاستبداد، وبغينا نوضوا نديروا التعليم بواحد الشكل قوي. مداخل أخرى ما درناهاش ما اهتميناش بها بطبيعة الحال. فيما يخص يعني الشباب اللي كيقراوا باللغة العربية، حنا كنطالبوا بتجويد اللغة العربية، راه ما كيقراوش باللغة العربية بالجودة اللازمة. لأن حنا كنشوفوا الشباب كيوصلوا الجامعة ملي كيقراوا حتى التاريخ أو كذا كيكون ضعف لغوي، كاين ضعف لغوي وضعف منهجي. هذا الشيء كله خصو الجواب اليوم. وهنا كنذكروا بأنه حنا بغينا المغاربة فين ما كانوا في البادية أو المدينة أو الجبال فين ما كانوا يقراوا نفس الشيء، ويقراوا باللغة اللي قريبة للغة الأم في الانطلاق، يعني في التعليم الأول، سواء بالأمازيغية أو العربية، نعلموا الوليد يجلس ويكتب والبنيات هذا ويهزوا صبعهم والآداب، تعلموا هذا الشيء كله. ملي كندخلوا التحضيري تنديروا اختيار، خصنا نديروا اللغة العربية، نقدروا نبقاو في بعض الأقسام تنديروا اللغة الأمازيغية، ما كاين باس، هي واللغة العربية، لأنه لغتين رسميتين، سنحترموا الدستور وحنا ما كنحترموش القانون، ولكن في نفس الوقت ندخلوا اللغات بالجودة اللازمة، ماشي اللغات ناخذوا غير القشور ديال اللغات، اللغة كثقافة، اللغة بالأبعاد ديالها كلها، وهذا الشيء راه تيخلع بعض المنظرين اللي عندنا هنايا، لأن ملي غادي تقرا اللغة ديال الأنوار تتشوف التحرر، تتشوف المكانة ديال الإنسان، ما هيش المكانة ديال هذاك زينب في المطبخ وهذاك الشيء، راه ما عندهمش هما هذا الشيء. إذا هذه اختيارات سياسية كانت دائما تقوم بها الدولة العتيقة، وكانت تشرك بعض الفاعلين غير باش تسميهم اللي دار. انا لا اظن بان حزب استقلال ودار التعليم، فوقاش هذا حزب استقلال كان يحكم حتى يدخل التعليم او غير التعليم، هذا الشيء كله خطا، فيه خطا وتضليل. اذا اليوم نحن بحاجه الى تدريس اللغات الى جانب اللغتين الرسميتين، وكل هذا التدريس بجوده عاليه، انا ذاك ما غيكونش مشكل. انا كنت نقرا فرنسا، ملي كيجيو طلبه من العراق أو سوريا قارين غير باللغة العربية ولكن متمكنين ومتضلعين في اللغة العربية، كيديروا 6 شهور ديال اللغة الفرنسية وكيوليو كيطيروا في اللغة الفرنسية. إذا اللغة ما هي إلا أداة للتعلم وتراكم المعارف والثقافة والقيم وإعمال الفكر والعقل، اللغة أداة. أما اليوم ما يجعلوش منها واحد حصان طروادة، اللغة من اللغة، باللاتي نشوفوا الضعف ديال المنظومة التربوية ككل، ونشوفوا التنكيل بالأساتذة وأنه ما بغاوش يخدموا على الجودة والامتياز ديال هيئة التدريس، نشوفوا المناهج التي تمت خصصتها وكل واحد كيلغي بلغاه، واللي دخل ابن تيمية واللي دخل كذا واللي دخل تضليل والخرافات والدواعش في وسط المناهج المدرسية، هذا الشيء اللي خصنا ننتبهوا ليه. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير، وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.